يا ريت كلنا نقفل المايكات، المايكات اللي فتح المايك يقفل بعد إذنكم. محاضرة النهاردة إن شاء الله هنبدأ في المحاضرة الرابعة اللي هنتكلم فيها على اللونج تيرم أناليسيز أو ما يعرف باسم الويف كولاين. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الشورت تيرم أناليسيز أو ما يعرف باسم تحليل الأمواج ولكن على المدى القصير. النهاردة هنتكلم على تحليل الأمواج على المدى الطويل أو في المدى الطويل أو فترة زمنية طويلة أو ما يعرف باسم مناخ الأمواج. هنتكلم النهاردة على مقدمة، هنتكلم على أهمية دراسة تحليل الأمواج على المدى الطويل، وهنتكلم على مناخ الأمواج، وهنتكلم على مناخ الأمواج العام، وفي النهاية هنتكلم برضو على إيه هي الظروف القصوى الخاصة بمعاملات الأمواج وتوزيعها. في النهاية كده هديكم مثال بسيط كتطبيق على محاضرة النهاردة. لو احنا جينا ندرس بصفة عامة مقارنة خاصة بأنواع الويف أناليسيس أو تحليل الأمواج، قلنا إن احنا عندنا نوعين من تحليل الأمواج. النوع الأول ما يعرف باسم شورت تيرم أناليسيس أو تحليل الأمواج على المدى القصير، وده بندرس فيه خصائص الأمواج زي ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت خلال فترة زمنية قصيرة ممكن تمتد من ساعة لثلاث ساعات، ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ودي بتعرف باسم بحالات البحر. يبقى احنا كأننا بندرس حالة بحر واحدة خلال فترة زمنية قصيرة من ساعة إلى ثلاث ساعات. لو أنا اتنقلت من المدى القصير اللي هو الفترة الزمنية البسيطة أو القصيرة اللي هي من ساعة لثلاث ساعات لفترة زمنية طويلة، يبقى أنا هتنقل من الشورت تيرم أناليسز لللونج تيرم أناليسز، أو بمعنى آخر أنا هعمل تحليل لخصائص الأمواج ولكن على المدى الطويل، أو بمعنى آخر أنا هدرس أكتر من حالة من حالات البحر أو حالات البحر عديدة اللي هي several sea states. يعني وليكن مثلا مثال بسيط، إحنا لو افترضنا إن كل ساعة بتحصل حالة بحر واحدة، ده معناته إن أنا خلال اليوم الواحد أنا عندي 24 ساعة. يبقى خلال اليوم الواحد أنا عندي 24 سي ستيت أو 24 من حالة البحر. طيب لو أنا طولت المدة شوية، خدت شهر، طب ما أنا الشهر عندي 30 يوم، يبقى أنا عندي 24 حالة بحر في 30. طب لو أنا درست أكتر من شهر، هتنقل من شهر لسنة، السنة فيها 12 شهر، يبقى أنا عندي حوالي 30 في 12 في 24، يبقى رقم كبير جدا من حالات البحر هدرسهم، وممكن اتنقل من الدراسة في سنة واحدة لأكتر من سنة. كل سنة تحتوي على عدد حالات من حالات البحر، عدد كبير جدا. يبقى أنا كده هتنقل من الدراسة من الشورت تيرم لللونج تيرم. يعني بدل ما أنا هدرس حالة البحر خلال فترة قصيرة، أنا هدرس عدد كبير جدا من حالات البحر خلال فترة زمنية طويلة تمتد إلى عقود ممكن توصل من 20 ل 30 سنة. ليه؟ لأن أنا في اللونج تيرم هدرس خصائص الأمواج على فترة زمنية طويلة جدا. ليه أنا بدرس اللونج تيرم؟ ده بقى اللي هنبدأ نتعرف عليه في السلايدز اللي جاية، وأهمية تحليل الأمواج على المدى الطويل. لو احنا مثلا قلنا احنا عندنا على المح تايم سكيل كده صغير بندرس فيه، ممكن يكون سكند، مينتس، اور، ازود شويه عندي مانس. لو انا عندي 12 مانس يبقى ممكن ادرس يير. لو انا عندي اكتر من سنه وصلتهم ل 10 يبقى انا بتكلم في عقد. لو انا عندي 10 عقود يبقى انا وصلت قرن او سنشري. طيب على المدى، على المحور الرأسي، انا هدرس السكيل بتاعي. والله لو انا هدرس موجة، انا ممكن يكون عندي كل 5 ثواني موجة، كل 10 ثواني ممكن يكون عندي موجة، وبالتالي زمن الموجة ممكن يتغير. زمن تردد الموجة ممكن يتغير، ممكن يكون 5، ممكن يكون 10، ممكن يكون 15، ممكن يكون 20 ثانية. يبقى انا على المدى الصغير ده اللي هو السكند، انا كده بتكلم في امواج. طيب هكبر شوية الفترة الزمنية اللي أنا بشتغل عليها. لو أنا هشتغل على حالة بحر، يبقى أنا كده هتكلم على مجموعة من السكند أو مجموعة من المينتس مع بعضها تكون إيه؟ تكون ساعة. ولكن أقصى حاجة لحالة البحر أنا بتكلم في ساعة اتنين تلاتة.
هدرس بقى خصائص الموجة أو الويف كاركترستكس اللي هي حالة البحر خلال فترة زمنية من ساعة لثلاث ساعات. يبقى أنا بتكلم كده عن حالة البحر. طيب لو أنا زودت الفترة الزمنية أكتر يبقى أنا هتكلم على الويف كلايمت أو مناخ الأمواج، هدرس أكتر من حالة من حالات البحر. يبقى أنا كده محتاج إن أنا أدرس على المدى الطويل أو اللونج تيرم أو ما يعرف باسم مناخ الأمواج أو مناخ الأمواج العام اللي هو جنرال ويف كلايمت. طيب ليه بدرس اللونج تيرم أناليسيس أوف ويف أو ليه بعمل دراسة للأمواج على المدى الطويل؟ زي ما أنتم شايفين كده أنا عندي شط وعندي حاجز أمواج. طب حاجز الأمواج ده هو اللي هيتحمل الهيدروديناميك فورسز اللي ناتجة عن الأمواج اللي بتتولد في البحر ده، وبالتالي أنا محتاج أحسب كام بلوك أنا هستخدمه من الخرسانة. طب وزن البلوك الواحد قد إيه في حاجز الأمواج ده علشان يقدر يتحمل الفورسز أو القوة اللي جاية عليه من اللي هتتولد عليه من الأمواج، علشان أدرس اتزان لحائط الأمواج ده أو حاجز الأمواج ده. أنا كده محتاج إن أنا أعمل تحليل للويف، مش خلال ساعة بقى، ده أنا محتاج فترة طويلة جدا. محتاج إن أنا أدرس لونج تيرم اوف ويف اناليسيس او اعمل تحليل امواج، ولكن على المدى الايه؟ على المدى الطويل. مثال اخر، لو انا عندي حاجز امواج بالشكل ده او حاجز امواج اللي هو موجود قدامكم في الصورة ناحية اليمين، ممكن ان انا اصمم حاجز الامواج ان انا مش عايز والله يحصل لي حاجة ما يعرف باسم الاوفر توبنج. طب لو حصل الاوفر توبنج انا عايز احمي حاجز الامواج ده ضد الاوفر توبنج، او عايز امنع تسلق الموجة لحاجز الامواج ده، او امنع حدوث الاوفر توبنج او تسلق الامواج او ركوبها لحاجز الامواج ده. طب هل كده انا هدرس الموجه خلال ساعه واحده؟ خلال شورت تيرم؟ لا، انا عندي كل ساعه حاله من حالات البحر، عندي في السنه عدد لا نهائي من حالات الامواج. خلال اكتر من سنه يبقى عدد كبير جدا. يبقى انا كده محتاج ان انا ادرس خصائص الموجه، ولكن على المدى الايه؟ على المدى الطويل. الشكل اللي قدامنا مثلا ده بيوضح مارينا، ميناء معينة. طب الميناء دي هتستقبل عدد كبير جدا من المراكب أو السفن، كل سفينة عايزة تتربط جوه المارينا ديت. عندي مثلا عمق معين من المية وليكن 30 سنتي. طيب أنا كده محتاج إيه؟ محتاج إن أنا أعمل ديزاين للمارينا ديت علشان تتحمل إن ارتفاع الموجة ما يزيدش عن العمق اللي مسموح بيه اللي هو مثلا 30 سنتي. يبقى أنا كده محتاج إن أنا أدرس مدى تشغيلية المارينا ديت، هي هتشتغل كام ساعة. يبقى أنا هشغلها، مش هشغلها ساعة واحدة، أنا هشغلها كام ساعة في اليوم، وبالتالي هشغلها كام ساعة في الشهر، وبالتالي السؤال الكبير هشغلها كام ساعة في السنة. يبقى أنا كده بدرس خصائص الموجة ولكن على المدى الطويل اللي هو اللونج تيرم. كيس أخرى خاصة بتحليل الأمواج على المدى الطويل، اي ميناء او اي خط شط عندي بيبقى طبعا معرض للهيدروديناميك فورسز او قوه الامواج. فقوه الامواج ديت بيكون عندي قوه ممكن تنقل لي بعض الحبيبات المكونه لخط الشط نفسه، او كده بمعنى اخر هيحدث ترسيب للرمال او ترسيب للحبيبات التربه المكونه لخط الشط نفسه، وبالتالي هيحدث بعض التآكل في بعض المناطق، وبعد كده هتتنقل إلى أن تصل سرعتها لقيمة قريبة من الصفر، فيحدث لها عملية ترسيب أو سيديمنتيشن. طيب أنا هسأل سؤال، طيب أنا خلال الساعة الواحدة قد إيه كمية بالمتر مكعب هيحدث إن هي هيحصل هيحدث ليها عملية سيديمنتيشن؟ وبالتالي كده أنا هعمل استيميشن لكميات الرمال اللي هيحدث لها عملية ترسيب، مش خلال بقى فترة زمنية ساعة ولا شهر ولا سنة، ده أكتر فترة طويلة جدا. يبقى أنا كده محتاج إن أنا أدرس خصائص الموجة في المنطقة ديت على اللونج تيرم أو على المدى الطويل. وليكن مثلا أنا عندي خط يعني شاطئ بالشكل ده، وعايز أحدد إن أنا أعمل مثلا حاجز للأمواج أو أكتر من حاجز من الأمواج، وأعمل لهم عملية إنشاءات في المنطقة دي. طيب حاجز الأمواج اللي أنا هنشئه ده، أنا كده محتاج إن أنا أدرس خصائص الأمواج خلال فترة زمنية طويلة. ليه؟ علشان أحدد احتمالية حدوث أمواج من أكثر من اتجاه، وبالتالي لازم أخدها في اعتباري.
بخصائص مختلفة، يبقى أنا كده بدرس خصائص الأمواج على المدى الطويل علشان أصمم حاجز الأمواج ده بطريقة آمنة. ممكن يكون عندي شط بالشكل ده، والشط ده مثلا ممتد ومحاط من المياه من أكثر من جهة، وبالتالي في احتمالية خلال فترات المد والجزر إن يحدث ارتفاع لسطح المية في البحر، أو ممكن يحدث عواصف، أو نتيجة مثلا التغيرات المناخية إن يحدث ارتفاعات لسطح المياه على المدى الطويل، وبالتالي فرصة إن يحدث أوفر توبينج أو يحدث غمر أو يحدث بريتشينج أو ما يعرف بغمر الخط الشط ده بالمية، ده احتمال وارد، وبالتالي أنا محتاج إن أنا أصمم البيتش ده أو الشاطئ ده على البريتشنج أو على إن يحدث ليه غمر نتيجة ارتفاع سطح المية للأسباب المختلفة. طب أنا هدرسه خلال فترة ساعة خلال حالة بحر، ولا خلال عدد كبير جدا من حالات البحر؟ يبقى أنا هنا بتكلم على اللونج تيرم أناليسيس أوف ويفز. وليكن مثلا أنا عندي شط بالشكل ده، والشط ده مثلا هو وراه مدينة أنا عملت لها عملية ديفلوبمنت أو عملية تأهيل، وبالتالي أنا عملت تصميم لخط الشاطئ، خط الشاطئ نفسه، وخلال فترة زمنية أنا وصلت لحاجة اسمها خط الشاطئ التصميمي. طب خط الشاطئ التصميمي ده أنا كده هاخد في خط الشاطئ التصميمي المتزن، أنا كده هاخد في اعتباري إن الموجة ممكن تجيلي من أكتر من اتجاه، تجيلي من أكتر من اتجاه، يبقى أنا درست أكتر من حالة من حالات البحر خلال فترة زمنية طويلة. يبقى أنا علشان أصمم في النهاية حواجز الأمواج بقى اللي هصممها أو خط الشط نفسه علشان يحدث ليه عملية اتزان على المدى الطويل وشكله يوصل للاتزان بتاعي وشكل الرصيف بتاعي يصل للاتزان، يبقى أنا كده محتاج إن أنا أدرس خصائص الموجة على اللونج تيرم أو على المدى الطويل. يبقى أنا بتكلم على لونج تيرم أناليسيز أوف ويفز. يبقى أنا في النهاية عندي مجموعة من الأسئلة خاصة بتصميم الحواجز أو تشغيلية الميناء، أو خاصة بغمر البيتش أو الشاطئ، أو عملية الأوفر توبينج أو ركوب الموجة لحاجز الأمواج، أو الاتزان الخاص بالشواطئ، أو كميات انتقال السيدمنت ترانسبورت أو الترسيب اللي هو خاص بكمية الرمال اللي يحدث لها ترسيب بالقرب من منطقة الشاطئ وناتجة عن الأمواج. كل الأسئلة ديت بتقول لي أو بتدفعني في اتجاه إن أنا لازم، أنا محتاج يا جماعة إن أنا أدرس خصائص الموجة أو الويف كلايمت ولكن على المدى الطويل. يبقى أنا هدرس أكتر من حالة من حالات البحر، عدد لا نهائي من حالات البحر، وبالتالي هدرس خصائص الموجة على اللونج تيرم أو ما يعرف باسم اللونج تيرم. خلال الدراسة ديت أنا ممكن يكون عندي قيم قصوى لخصائص الأمواج هنتعرف عليها، دي بسميها الاكستريم كونديشنز أو الحالات القصوى لخصائص الأمواج. طيب خلال الويف كلايمت احنا هنتعرف على يعني خاصيتين خاصين بمناخ الأمواج. الخاصية الأولى حاجة اسمها reliability. reliability دي أنا بدرس بسميها بالعربي ما يعرف باسم المصداقية. لو احنا جينا نتكلم شوية على الشورت تيرم، الشورت تيرم أنا كنت بدرس خصائص الأمواج خلال المدى القصير. أنا بقول لك إن احنا هنحتاج واحنا بنصمم حواجز الأمواج إن احنا هندرس reliability، هدرس خصائص الموجة، هتكلم مثلا على ال H، ال H ده اللي هو ال wave height، هتكلم على ال T اللي هو التايم بيريود، ممكن يكون تايم بيك مرتبط بأقصى طاقة، وممكن يكون تي مين اللي هو الزمن تردد الموجة المتوسط، وهدرس اتجاه الموجة ولكن هدرسه خلال فترة زمنية طويلة. طب ايه هي الاكستريم كونديشنز؟ الاكستريم كونديشن ان انا فرض مثلا ان انا هدرس خصائص الامواج خلال فترة من 30 ل 40 سنة عشان اصمم حاجز الامواج ده. خلال كل سنة من السنين أنا عندي قيم قصوى لارتفاعات الأمواج، عندي قيم قصوى لزمن تردد الموجة اللي هو التي، عندي قيم قصوى للسيتا. ناخد حالة واحدة مثلا وليكن الاتش اللي هو ارتفاع الموجة. لو أنا بدرس على اللونج تيرم وليكن مثلا 50 سنة، خلال كل سنة من السنين أنا عندي اتش ماكسيمم أو أقصى قيمة لارتفاع الموجة حصلت
في حالة بحر معينة خلال السنة كلها، يبقى أنا هاخد أقصى قيمة في السنة الأولى للإتش، وأقصى قيمة للسنة للإتش في السنة الثانية، وهكذا خلال كل السنين من 1 لغاية 50 سنة، وهاخد القيم القصوى دي اللي هي الاكستريم كونديشنز، وهبدأ أعمل ليها عملية تحليل، أو هبدأ أعمل ليها عملية أناليسيس. الدراسة على اللونج تيرم للاكستريم كونديشنز اسمها لونج تيرم اكستريم كونديشنز، او لونج تيرم اكستريم فاليو ديستريبيوشن، او ما يعرف باسم دراسة الظروف القصوى لخصائص الامواج على المدى الايه، على المدى الطويل. طيب دي اسمها الريلابيلتي، وهي نوع من انواع الويف كلايمت، او ما يعرف باسم مناخ الامواج. النوع الثاني من دراسة الويف كلايمت او مناخ الامواج حاجة تعرف باسم الفانكشناليتي او الاوبرابيلتي، او ما يعرف باسم التشغيلية. التشغيلية يبقى انا كده مرتبط بتصميم المارينا، بتصميم المينا. لو انا المينا اللي انا قدامك بقول لك صممها، شوف المينا ديت هتستوعب كام ساعة، المينا دي هتشتغل علشان تستوعب عدد كبير جدا من المراكب او السفن هتقدر ان انا اربطها او اثبتها خلال المارينا ديت. طيب انا علشان ادرس الكلام ده لازم اخد في اعتباري الخصائص على اللونج تيرم، ولكن انا هشتغل على القيم المتوسطه. يعني ايه هشتغل على القيم المتوسطه؟ هشتغل على القيم المتوسطه الخاصه بالاتش اللي هو الويف هايت، هشتغل على القيم المتوسطه للتي اللي هو التايم بيريود، هشتغل على القيم المتوسطه للسيتا او دايركشن اوف ويف اللي هو اتجاه الامواج. طيب ده انا هعمله ازاي؟ وليكن مثلا اللونج تيرم انا بتكلم على 50 سنه، هتيجي في السنه الاولى، هتيجي في السنة الأولى هتاخد القيمة المتوسطة خلال السنة الأولى، وبعد كده هتشتغل على القيمة المتوسطة في السنة الثانية. يبقى أنت عندك هتجمع كل القيم المتوسطة لكل حالات الأمواج خلال الفترة الزمنية اللي أنت بتدرسها اللي هي الـ40 أو 50 سنة. يبقى أنت كده في النهاية بعد تجميع كل البيانات، أو بعد تجميع كل الداتا، مش هتشتغل بقى على الاكستريم كونديشنز، لا انت هتشتغل على المين كونديشنز او الظروف المتوسطه او القيم المتوسطه اللي خاصه بخصائص الايه، خصائص الامواج. يبقى انت في النهايه انت هتحدد انت هتعمل ايه. طبعا في حالة تصميم حواجز الامواج انت طبعا محتاج الظروف القصوى او الاكستريم ايه، الاكستريم كونديشن، هما الاثنين لونج تيرم، ولكن الريليابيلتي انا بشتغل على الماكسيمم او الاكستريم كونديشن او الظروف القصوى الخاصه بالويف كلايمت او خصائص الامواج. انما انا في حاله الاوبرابيلتي او التشغيليه يبقى انا كده بتكلم على الظروف المتوسطه لخصائص الامواج، يعني الظروف المتوسطه اللي مرتبطه بالاتش اللي هو الويف هايت، او التي اللي هو التايم بيريود، سواء بقى بتكلم على البيك او المين، او بتكلم على السيتا اللي هو الدايركشن اوف ويف. طيب بالرجوع للمحاضرة اللي فاتت أنا كنت بتكلم على الشورت تيرم أناليسيس. الشورت تيرم أناليسيس إحنا عرفنا فيه أن كل الكلام بتاع الشورت تيرم أناليسيس إن أنا كنت بحدد حاجة اسمها السبيكترم. السبيكترم اللي هي عبارة على طيف الأمواج. طيف الأمواج، دراسة طيف الأمواج في حالة المدى القصير اللي هو الشورت تيرم، إحنا عرفناه من خلال مجموعة من البارامترز. البارامترز دي خاصة بالموجة، سميناها الويب بارامترز. ايه هي البارامترز اللي خاصة بالشورت تيرم اللي بتحدد طيف الامواج؟ هما ثلاث بارامترز، الاتش اللي هو الويف هايت، التي اللي هو الويف بيريود، والسيتا اللي هو الويف دايركشن او اتجاه الامواج. الاتش اللي هو الويف هايت احنا قلنا ممكن يكون عندنا اكتر من اتش، ممكن يكون عندنا اتش اس اللي هو السيجنيفيكانت ويف هايت او ارتفاع الموجة المميز، ممكن يكون عندنا اتش ار ام اس، ممكن يكون عندنا اتش مين. التي كنا بنتكلم على الويف بيريود، كان عندنا يا اما تي بيك اللي هو البيك بيريود او زمن التردد المصاحب لاقصى طاقه، او ممكن يكون عندي التي مين اللي هو التايم مين بيريود او المين بيريود اللي هو زمن التردد المتوسط. كمان ممكن يكون عندي السيتا اللي هو الويف دايركشن او اتجاه الايه، اتجاه الموجه نفسها. طيب يبقى انا كده في الشورت تيرم درست الخصائص بتاعت الامواج ديت، او درست طيف الامواج اللي هو بيتعامل مع الثري بارامترز دول اللي هو الاتش والتي والسيتا، ولكن خلال فتره زمنيه قصيره جدا بتمتد من ساعه الى 3 ساعات. يبقى انا درست سي ستيت او حاله بحر واحده
من ساعة إلى 3 ساعات. يبقى أنا هنا بتكلم على الشورت تيرم أناليسيز أو خصائص دراسة التحليل أو خصائص الأمواج، ولكن في المدى الإيه؟ في المدى القصير. طيب تعالوا نتنقل بقى من الشورت تيرم لللونج تيرم. اللونج تيرم يبقى أنا عندي على المحور الأفقي فترة زمنية طويلة جدا. فترة زمنية طويلة مش ساعة بقى، لا ده أنا عندي عدد من ساعات بيكونوا شهر، وعدد من الشهور بيكونوا سنة، وعدد من السنين بيكونوا عقد، وعدد من العقود بيكونوا إيه؟ بيكونوا قرن. يبقى أنا عندي فترة زمنية طويلة لونج تيرم على المدى الطويل، يبقى أنا عندي تسلسل زمني أو ما يعرف باسم تايم سيريز. طب عندي تايم سيريز ليه؟ على المحور الرأسي هيكون عندي كل حالة من حالات البحر اللي هي السي ستيت هعبر عنها بإتش بارتفاع موجة. طب هعبر بإيه؟ ممكن تكون الإتش اللي أنا هعبر بيها دي هي السيجنيفيكانت ويف هايت أو الإتش إس. ممكن هكون هدرس العلاقة ما بين التايم سيريز مع البيك بيريود. هدرس مثلا التي على المحور الأفقي مع المحور الرأسي اللي هو المين بيريود. ممكن ادرس التايم على المحور الافقي مع المين ويف دايركشن او اتجاهات الامواج المتوسطه. طيب ده انا هعمله لايه؟ هجيب الاتش اس منين؟ هجيب البيك بيريود منين؟ هجيب المين بيريود منين؟ هجيب منين المين ويف دايركشن؟ هعبر عن كل حاله بحر موجوده خلال الفتره الزمنيه اللي انا بدرسها. يعني وليكن مثلا انا عندي 100 سنه، ال100 سنة هشوف السنة الأولى، كل ساعة في السنة الأولى، كل ساعة في السنة الأولى هعبر عنها، كل حالة بحر هعبر عنها بـ HS اللي هو ارتفاع الموجة الإيه؟ المميز. هشوف والله السنة الثانية هعبر عنها بـ HS تانية. هدخل السنة الثالثة هاخد الـ HS المميز، الـ HS اللي بتعبر عن حالة البحر في لكل ساعة إيه؟ لكل ساعة بحر داخل السنة اللي أنا إيه؟ بدرسها. يبقى أنا كده عندي عدد لا نهائي من الايه، من حالات البحر بدرسها في اللونج تيرم اناليسيز او في حاله الويف كلايمت او مناخ الامواج. هي دي بقى مناخ الامواج. يبقى انا كده بعمل استاتستكس او دراسه احصائيه ولكن على اللونج تيرم. يبقى انا عندي عدد لا نهائي من حالات عدد لا نهائي من حالات البحر اللي ايه اللي موجود. يبقى انا كده هدرس كل ساعة من الساعات اللي عندي خلال الفترة الزمنية الطويلة سواء كانت من 30 ل 40 سنة، هعبر عن كل سنة بقيمة لـ الـ HS. يبقى أنا في النهاية عندي تايم سيريز أو تسلسل زمني للـ HS مثلا، عندي تايم سيريز خاص بالبيك بيريود، عندي تايم سيريز خاص بالمين بيريود، عندي تايم سيريز خاص بالمين ويف دايركشن. مش عندي حالة بحر واحدة، ولا عندي مثلا مين بيريود قيمة واحدة، ولا مثلا مين ويف دايركشن قيمة واحدة خلال حالة بحر واحدة. لا انا بدرس كل القيم دي ولكن على فترة زمنية طويلة تمتد من 20 ل 30 ايه ل 30 سنة. طيب هنتنقل بقى للويف كلايمت زي ما انا قلت لكم كتعريف اخر ليه، وليكن مثلا الشط اللي قدامنا ده. الشط اللي قدامنا ده انا محتاج ان انا اصمم عند النقط اللي هي بالقرب، عند النقط ديت انا محتاج اصمم حواجز امواج في مناطق مختلفه. طب عشان اصمم حاجز الامواج ده علشان لا يحدث عمليه مثلا غمر للشط، او تحدث عمليه تدمير للبنيه التحتيه اللي موجوده بالقرب من خط الشط، او يحدث غمر مثلا، انا محتاج والله ان انا اصمم حواجز الامواج. طب علشان اصمم حواجز الامواج هل هختار ساعه معينه وادرس حاله البحر اللي فيها يبقى انا بدرس شورت تيرم؟ لا طبعا، انا كده محتاج داتا كبيره جدا، بيانات على مدى طويل، هقول اللي هو عباره عن لونج تيرم. يبقى انا محتاج تايم سيريز او تسلسل زمني، محتاج تسلسل زمني لارتفاعات الامواج المميزه اللي هو الاتش اس او السيجنيفيكانت ويف هايت. يبقى انا عندي على المحور الراسي السيجنيفيكانت ويف هايت بالمتر ارتفاع الموجه المميز، وعندي على المحور الافقي السنين، والسنين دي ممكن تكون فتره زمنيه طويله جدا، ممكن تكون مثلا من 1950 لسنه مثلا 2000 او 2016، وكل ساعه من الساعات جوه كل سنه من السنين انا عندي اتش اس سيجنيفيكانت ويف هايت لكل حاله بحر. نفس الكلام
ممكن ادرس العلاقه ما بين البيك بيريود او الزمن التردد، زمن التردد الاقصى للموجه اللي هو المقابل لاقصى طاقه، وفي المقابل اللي هو التايم على برضو نفس الفتره الزمنيه. ممكن ادرس اتجاه الموجه اللي هو الويف دايركشن او الثيتا خلال الفتره الزمنيه الطويله اللي هو اللونج تيرم. يبقى انا كده بدرس خصائص الامواج على المدى الطويل. يبقى انا كده محتاج ان انا ادرس حاله البحر او مناخ البحر او مناخ البحر بشكل عام. طيب يبقى انا لو انا عايز اعمل تلخيص للجزء اللي انتوا شايفينه قدامكم، ان انا عندي حاجتين في الويف كلايمب. عندي حاجه اسمها ريليابيلتي. الريليابيلتي اشتغلت على الاكستريم كونديشن، يعني انا شفت الظروف القصوى لارتفاعات الامواج وتوزيعها خلال الفتره الزمنيه اللي انا بدرسها. لو انا بدرس مثلا 10 سنين، جبت الاتش اس الماكسيمم في كل سنه وجمعت القيم القصوى خلال ال10 سنين دول وبدات اعمل لهم تحليل للبيانات. يبقى انا كده بعمل تحليل للبيانات ولكن للاكستريم كونديشن. يبقى انا كده بتكلم على الريليابيلتي. طيب لو انا بتكلم على الاوبرابيلتي او الفانكشناليتي، يبقى انا بتكلم على التشغيليه. هي برضو عباره عن ويف كلايمت ولكن انا بتكلم على القيم المتوسطه لخصائص الايه، خصائص الموجه. وليكن مثلا هدرس القيمه المتوسطه خلال مثلا 10 سنين، هدور على القيم المتوسطه لخصائص الامواج كل سنه واجمع القيم المتوسطه دول وابدا اعمل ليها عمليه دراسه او تحليل للبيانات. يبقى ريلابيلتي بتشتغل على الظروف القصوى او القيم القصوى او ما يعرف باسم الاكستريم كونديشنز او ما يعرف باسم الاكستريم. مثلا لو انا بتكلم على الويف هايت، يبقى بتكلم على الاكستريم ويف هايت ديستريبيوشن. لو انا بتكلم على الاوبرابيلتي او الفانكشناليتي او التشغيليه، يبقى انا كده هتكلم على المين كونديشن او الظروف المتوسطه لحاله البحر خلال موقع معين او منطقه معينه بدرس ليها، بعمل لها عمليه تصميم خلال فترة من السنين. ولكن وأنا بدرسها أنا هدور على القيم المتوسطة للبيانات ديت بغض النظر بقى هي اتش اس ولا تي ولا ويف دايركشن، وأبدأ أعمل ليها عملية إيه، تحليل أو أناليس. طيب تعالوا نتكلم على الجنرال ويف كلايمت اللي هو مناخ الأمواج العام. مناخ الأمواج العام أنا هدرس والله مناخ الأمواج. طيب هتدرس الفترة الزمنية بتاعتك، هتتكلم على الشهور، يعني هبدأ أجمع الداتا او البيانات اللي خاصه بخصائص الامواج وادرسها على المدى الطويل، ولكن هقارن شهر بشهر. يعني انا هدرس خلال كل شهر عندي من الشهور. لو انا هدرس مثلا شهر يناير، يبقى انا كده بتكلم على monthly wave climate. لو انا جمعت اكتر من شهر مع بعض وبدرسهم وبدور على الويف كلايمت خلال فترة زمنية مثلا وليكن سنة، يبقى انا بتكلم على الانيوال ويف ايه، ويف كلايمت. وممكن اقارن سنة بسنة، ممكن اقارن مثلا فوق في المانثلي ويف كلايمت، ممكن اقارن شهر بايه، بشهر. يبقى انا عندي مانثلي ويف كلايمت، انا بعمل تحليل للداتا الخاصة بخصائص الامواج لشهر معين ويطلق عليها مانثلي ويف كلايمت. لو انا هدرس تحليل للبيانات او تجميع للبيانات وبعد كده اعمل لها اناليسيس وتحليل للسنة كلها أو لأكتر من سنة، يبقى أنا كده بعمل annual with client. طيب المرة اللي فاتت في المحاضرات في المحاضرة اللي شرحتها لكم كنت بتكلم على الشورت تيرم اناليسيس. وفي الشورت تيرم لما بدأنا نتكلم على الويف هايت، قلت السيجنفيكانت ويف هايت، قلت لكم إن في حاجة اسمها احتمالية اللي هي البروبابيليتي. كان عندنا أكتر من دالة للبروبابيليتي. كان عندنا البروبابيليتي دينست فانكشن اللي هي البي دي اف، او عباره عن احتماليه تولد امواج بقيمه ما وليكن مثلا اتش ب 6، يبقى انا هجيب احتماليه تولد موجه بعمق اتش اس يساوي 6 متر بقيمه ما، ودي احتماليه محدده. وبرده اتكلمنا عن احتماليه تانية اسمها الكوميوليتيف دينستي فانكشن، او عباره عن السي دي اف، او عباره عن احتماليه تولد الامواج المجمعه، او هي عباره عن احتماليه تولد موجه مثلا لو انا هتكلم عن سي دي اف بقيمه اقل من او تساوي قيمه معينه. لو يعني لو انا عايز السي دي اف لاتش اس تساوي 6 متر، يبقى انا كده بتكلم على احتماليه تولد موجه يكون ليها ويف هايت اقل من او يساوي 6 متر. اخر حاجه كنا اتكلمنا على البروبابيلتي اوف اكسيدنس اللي هي عباره عن احتماليه الزياده او احتماليه التخطي،
ودي احتمالية تولد موجة بعمق أكبر من قيمة معينة، وليكن اتش اس تساوي 6 متر. يعني بدرس تولد موجة بعمق ويف هايت يكون أكبر من 6 متر. نفس الكلام هبدأ أدرس الخصائص ديت اللي هي البي دي اف أو السي دي اف، ولكن مش على حالة بحر بقى في الشورت تيرم، لا هبدأ أدرسها على المدى الطويل اللي هو اللونج ايه اللونج تيرم. طبعا بيكون في النهايه انا ممكن اوصل ان انا يكون عندي علاقه على المحور الافقي اللي هو الاتش اس او الساينيفيكانت ويف هايت على المحور الراسي احتماليه حدوث. احتماليه حدوثه دي اللي هي البروبابيلتي، الراسي ده ممكن يكون بي دي اف، ممكن يكون سي دي اف، ممكن يكون بروبابيلتي اوف اكسيدنس. ولكن انا في حاله الجنرال ويف كلايمت انا هتكلم على البي دي اف والسي دي اف. طب علشان احسبهم، علشان احسب البروبابيلتي دي، في اكتر من موديلز احصائيه او نماذج احصائيه بتحل الطرق دي. طبعا المعادلات انا ما تهمنيش المعادله، انا يهمني ان انت تعرف ان في اكتر من موديل، طبعا تسمياتهم مختلفه. عندي موديل مثلا اللي هو اللوج نورمال، عندي الويبل، عندي الجامبل، كل دي موديلز او نماذج مختلفه بتحل لي ان انا اوصل للبروبابيلتي دنسيتي فانكشن او الكوميوليتيف دنسيتي فانكشن اللي هي احتماليه تولد موجة بقيمة معينة أو احتمالية تولد قيمة معينة بقيمة أقل من أو يساوي رقم معين. ولكن في حالة اللونج تيرم أو في حالة دراسة الأمواج على المدى الإيه؟ المدى الطويل. لأن خلي بالكم إحنا في الشورت تيرم كان عندنا ديستريبيوشن معين وليكن ريلاي ديستريبيوشن، كنا بنفرض إن الموجة بتتبع الريلاي ديستريبيوشن وكنا بنشتغل بالمعادلات اللي هي الخاصة بالريلاي ديستريبيوشن. إنما في حالة الويف كلايمت او مناخ الامواج العام انا عندي اكتر من موديل بيحسب العلاقات دي. ممكن يكون عندي جامبل، ممكن يكون عندي فريشيت، ممكن يكون عندي ويبل، ممكن يكون عندي جامبل، دي كلها موديلز معينه بتحاول توجد العلاقه ما بين الاكس على المحور الافقي اللي هو مثلا وليكن الاتش اس او ارتفاع الموجه المميز، والمحور الراسي هي عباره عن الداله اللي انا بدور عليها، الاحتماليه اللي انا عايز اوجدها. تمام، الاحتماليه دي بقى ممكن تكون بي دي اف او ممكن تكون سي دي اف. يعني وليكن مثلا الويبل، الويبل دايما بحاول اوجد علاقه خطيه. العلاقه الخطيه دي مثلا بتكون ما بين الاتش اللي هو السيجنفكانت ويف هايت وما بين البروبابيلتي او احتماليه حدوثه. العلاقه ما بينهم بتكون علاقه خطيه لينير موديل زي ما انتم شايفين. حتى العلاقه اللي هي اللوج نورمال، العلاقه اللي هي اللوج ده برضو بيكون عندي علاقه بتاخد شكل لوج بالشكل اللي انتم شايفينه. حتى شكل المحور الافقي واخد شكل منحنى، يعني شكل التوزيع البياني بتاع اللوج زي التوزيع كده بتاع تحليل الايه المناخ اللي كنا بندرسه في تانية مدني. برضو مع المحور الرأسي كنت بدرس الواي اللي هي البروبابيلتي، ممكن البروبابيلتي دي تكون بي دي اف او ممكن تكون سي دي اف، بدرسها مع الاتش اللي هي الويف ايت، ولكن بدالة او بنموذج بيفرض ان العلاقة اللي انا هطلعها بتكون علاقة ايه لوج. تمام، في النهاية انا هيكون عندي علاقة ما بين الاتش اس وما بين البروبابيلتي بالشكل ده. يعني هيكون عندي هيستوجرام خاص بالاتش اس او بالبيانات اللي عندي اللي خاصة بالاتش اس. يبقى بالتالي انا عندي فايدة اهو خاصة بان انا بدرس الويف كلايمت او بدرس خصائص الامواج العام اللي هو الجنرال ويف كلايمت، ان انا اقدر ان انا احدد لكل قيمه من الاتش اس احدد احتماليه حدوثها قد ايه. ممكن يكون عندي دينستي هيستوجرام زي ما انتم شايفين بالشكل كده، ده علاقه ما بين الاتش اس اللي هو السيجنفكانت ويف هايت على المحور الراسي والتي ام اللي هو زمن التردد المتوسط اللي خاص بالايه اللي خاص بالموج. والعلاقه ما بين الاتش اس والتي ام اقدر والله اقول ان انا خلال مثلا القيم الصغيره اللي خاصه ب ال اتش اس عند القيم الارتفاعات القليله الخاصه بال اتش اس هيكون عندي قيم ترددات عاليه. مثلا في الارتفاعات الكبيره الخاصه بالساينيفكانت ويف هايت او تولد امواج عندي يكون ليها ساينيفكانت ويف هايت كبير اكبر مثلا من 5، ده هيكون ليه تردد متوسط قيمته كبيره جدا. فاهمين قصدي؟ فاقدر احدد ان انا الخصائص بتاعتي واقدر هستنتج بعد كده هقول لكم فايده ان انا يكون عندي علاقه ما بين الاتش اس والتي ام هتفيدني في التصميم. ممكن ان انا يكون عندي الشكل اللي قدامكم اللي هو انا بسميه الروز او احتماليه حدوث احتماليه الورده اللي هي الخاصه بالامواج او ورده الامواج
على الدايره كده هتلاقيني مقسم الدايره من صفر ل 360، فبقول ده ان ده الاتجاه الشمالي وده الجنوب وده الشرق وده الغرب، وعلى الدوائر اللي انا راسمها من السنتر هتلاقي مثلا 2 4 6 8. يبقى انا كده الامواج اللي بتحدث عندي وليكن مثلا في الاتجاه ده اتجاه 45، انا ممكن يكون عندي تتولد امواج بعمق 2 متر والدايركشن بتاعها 45 في اتجاه الايه؟ في اتجاه الشرق. النقط السمراء، وان النقط اللي ليها نقط سمراء اكبر في الاتجاه من الشمال للغرب، يبقى انا كده بقول ان انا من الرسمه اللي عندي ان انا عندي احتماليه حدوث امواج بيكون فرصتها كبيره جدا او احتماليه حدوثها كبيره جدا ان هي تجيلي من اتجاه الشمال او من اتجاه الشمال الايه؟ الشمال الغربي. يبقى انا لما بصمم حاجز امواج مثلا في النقطه دي او بالقرب من المنطقه ديت، هاخد في اعتباري ان كل الامواج اللي بتحدث في المنطقه ديت بتحدث من اتجاه الشمال او من اتجاه الشمال الايه؟ الغربي، علشان اعمل تصميم بطريقه ايه؟ بطريقه صحيحه. طيب انا برضو محتاج ان انا اصمم مثلا ميناء معينه، يبقى انا عايز احدد العدد التشغيليه او الفانكشناليتي او الاوبرابيليتي اللي هي تشغيليه الميناء اللي عندي. يعني هقول ان هي هتستقبل عدد مراكب قد ايه او عدد سفن قد ايه، يبقى انا محتاج ان انا احدد مدى تشغيليتها كم ساعة خلال فترة الايه؟ كم ساعة خلال السنة. يبقى انا هيكون عندي ماكسيمم موف هايت، ارتفاع موجة قصوى للسفن علشان تدخل الميناء بتاعتي او القوارب تدخل الميناء بتاعتي. لو العمق كان اقل يبقى انا هيبقى عندي في مشكلة، وبالتالي هقدر احدد اقول التشغيلية بتاعتي هتكون قد ايه بالنسبة للميناء اللي انا بدرس. كمان ممكن يكون عندي لو عايز احسب مقدار الاوفر توبنج او مقدار ركوب الامواج، هيكون عندي علاقه بقى ما بين الاتش اس والبيك بيريود او الزمن المصاحب لاقصى طاقه، وبالتالي هقدر احسب قيمه الاف او القيمه اللي انا هصمم عليها حاجز الامواج علشان ما يحصليش اوفر توبنج او حدوث ركوب للامواج او تسلق للايه؟ للامواج، عشان يكون عندي في عمق امن يمنع حدوث الايه؟ الاوفر توبنج. كل ده انا محتاجه ولكن على المدى الطويل اللي هو اللونج تيرم اناليسيس. كل دي ظروف مختلفة، الظروف المختلفة اللي هي الخاصة بالويل بارامتر. لو انا هدرس مثلا حاجز امواج يبقى انا هدور على الظروف القصوى اللي هي الاكستريم كونديشنز، يبقى انا هدور على الظروف القصوى اللي خاصة بدراسة الامواج ولكن على المدى الطويل بوجه ايه؟ بوجه عام. عشان ادرس بقى الاكستريم ويف بارامترز انا عندي طريقتين. الطريقه الاولى اللي هي الاكستريم ريجيم. يعني ايه الاكستريم ريجيم؟ انا هدور على الماكسيمم فاليو اللي خاصه بخصائص الامواج. يعني لو انا مثلا عندي فتره 10 سنين، كل سنه من السنين انا هدور على القيمه القصوى اللي خاصه بالويف هايت، يبقى هحصل على اقصى ويف هايت في السنه الاولى واقصى ويف هايت في السنه الثانيه لموجه معينه واقصى ويف هايت في السنه الثالثه طبعا لعاصفه معينه او لموجه معينه، هدور على القيم القصوى دي وهبدا اعمل لها عمليه اناليسز او عمليه دراسه. ده اسمه الاكستريم ريجيم. الدراسه الثانيه ان انا يكون عندي اكستريم فاليو اناليسز. الاكستريم فاليو اناليسز عندي نوعين، ممكن اكون هدرس الانوال لارجست فاليو. ده معناته ايه؟ هدور على اقصى ارتفاع للامواج خلال كل سنه من الايه؟ كل سنه من السنين، ولكن انا هدرس كده التوزيع بتاعي خلال الفترة الزمنية بتاعتي، هدور على القيم القصوى في كل سنة ودي القيم اللي أنا هبدأ إيه؟ هبدأ أعمل لها عملية دراسة. الطريقة التانية في الاكستريم فاليو أناليسيس إن أنا ممكن أدور على البيك أوفر ثريس هولد. إيه هو الثريس هولد؟ أنا هفترض قيمة قصوى أنا مش عايز أتعداها للويف هايت لارتفاع الأمواج، وهاخد ارتفاعات الأمواج التي تتعدى القيمة القصوى اللي أنا افترضتها. طب انا هفترض القيمه القصوى دي بناء على ايه؟ انا عندي داتا او بيانات معينه لدراسه لمنطقه ما، فانا عارف خصائص ارتفاعات الامواج خلال منطقه ما، فوانا بدرس حاجز الامواج هفترض ان انا عايز ان الاتش اس او الويف هايت في المنطقه اللي انا هصمم فيها حاجز الامواج ده وليكن لا تتعدى ال 10 متر. هاجي كل خلال ال 20 سنه اللي انا بدرسهم هاخد الاتش اس اللي ليها ارتفاع اكبر من
10 متر، وهجمع كل القيم دي وهبدأ أعمل لها عملية غرس. يبقى أنا في الإكستريم ويف بارامترز أنا عندي طريقتين، يا إما هدور على الأنوال لارجست فاليو، يعني هدور على القيمة القصوى في كل سنة وأجمعهم وأبدأ أعمل لهم عملية دراسة وعملية تحليل للبيانات، أو هدور على ثريس هولد أو البيك أوفر ثريس هولد. هفترض إن أنا في عندي قيمة قصوى افتراضية أنا اللي هفرضها بيزد على البيانات اللي عندي، وهجمع كل القيم التي تتعدى القيمة الافتراضية القصوى اللي أنا فرضتها وأبدأ أجمعهم وأبدأ أعمل لهم عملية تحليل للإيه؟ للبيانات. يعني وليكن مثلا الشكل اللي قدامنا ده، أنا عندي على المحور الرأسي قيم الـ HS أو الـ Significant Wave Height، على المحور الأفقي أنا عندي والله السنين بتاعتي من 1980 لغاية 1900 مثلا 89، وبادي شهر واحد وهكذا، باخد السنين بتاعتي كلها موجودة وبدرس كل ايه شهر، هشوف عندي القيم القصوى خلال كل سنة من الايه من السنين دي، وهبدأ اخد كل القيم القصوى ابدأ اجمعهم وابدأ اعمل لهم عملية ايه دراسة. يبقى انا كده بعمل annual largest value. طيب ايه هو بقى البيك اوفر ثريس هولد ميثود؟ الثريس هولد انا هفترض ان انا عندي قيمة قصوى افتراضية وليكن الخط اللي هو الداش ده ال اتش اس، وهاجي على نفس التشارت اللي انا عندي او التسلسل الزمن اللي عندي اللي خاص بال اتش اس على اللونج تيرم، هبدا اشوف السنين اللي عندي هل انا عندي قيم تتعدى ال اتش اس؟ ايوه عندي في السنه دي، وعندي في السنه دي القيمه دي والقيمه دي، وعندي القيمه دي هنا وعندي القيمه دي هنا والقيمه دي ودي، هجمع كل القيم اللي هي فوق ال اتش اس وابدا اجمعها وابدا اعمل لها عمليه دراسه. يبقى انا كده بدرس خصائص الامواج فوق القيمه القصوى الافتراضيه اللي انا فرضتها، فبسميها بيك اوفر ثريس هولد ايه ميثود. ممكن يكون عندي سنه من السنين زي 1985 القيم القصوى بتاعتها لا تتعدى القيمه القصوى الافتراضيه اللي هي الاتش اس ثريس هولد وهكذا، فدي اسمها بيك اوفر ثريس هولد ميثود. وعلشان لو احنا عملنا زوم عند النقطه من النقط بتاعت البيك ده اللي هو ثريس هولد ليفل او المستوى الافتراضي الاقصى اللي انا عملت له عمليه ايه فرض، ودي قيمه البيك اللي فوق الاتش اس الافتراضي اللي انا فرضته، دي النقطه بقى، وباخد مثالتها في السنين الثانيه وببدا اعمل لهم عمليه ايه اناليسيس عشان احسب منهم السي دي اف او الكوميوليتيف دينستي ايه دينستي فانكشن. يبقى انا في النهايه بيبقى عندي علاقه او تايم سيريز او تسلسل زمني للاكستريم ويف بارامتر او خصائص الامواج الايه القصوى. ممكن اتكلم بقى على الاتش اس، ممكن اتكلم على البيك بيريود اللي هو التي في، ممكن اتكلم على الويف دايركشن اللي هو الثيتا خلال فتره زمنيه طويله جدا على اللونج ايه اللونج تيرم. ده برضو شكل علاقه من العلاقات زي العلاقه اللي هي بتاعت الجامبل جامبل موديل او النموذج الخاص بجامبل، بيكون عندي علاقه ما بين الاتش اس والبروبابيلتي، ممكن تاخد اكتر من ايه اكتر من شكل. طيب المودلز اللي احنا درسناها اللي انا قلت لكم اللي هي بتمثل الاكستريم ويف بارامترز او ديستريبيوشن، ممكن يكون جامبل موديل او فريشت او ويبول، كل دي كل واحد منهم من الموديل بيكون ليه معادله، المعادله دي بتحدد احتماليه حدوثه كوميوليتيف بروبابيلتي فانكشن اللي هو عباره عن اللي هي الكوميوليتيف دينستي فانكشن اللي هي السي دي اف، بدرس احتماليه الاحتماليه المجمعه عن طريق ان انا بدرس احتماليه حدوث ويف بقيمه اقل من او يساوي، ولكن انا باخدها خلال اللونج تيرم باكتر من موديل، وكل موديل بيكون ليه اكتر من معادله زي ما انتم شايفين. اخر حاجه هتكلم فيها النهارده قبل ما ناخد المثال اللي هندرسه، هنتكلم عن حاجه اسمها الريتيرن بيريود. الريتيرن بيريود عباره عن مبدا رجوع القيمه التصميميه او فتره المعاوده للقيمه التصميميه. ايه هي الريتيرن بيريود؟ الريتيرن بيريود هي عباره عن الفتره الزمنيه اللي بتمر علشان تعود او تتولد تاني الموجه التصميميه. ايه هي الموجه التصميميه؟ الموجه التصميميه بيكون ليها عمق تصميمي significant wave height، هو اتش اس ولكن هو اتش اس تصميمي فبسميه significant wave height design، اللي هي الموجه
اللي انا بصمم عليها، وليكن مثلا بصمم عليها حاجز اموال. طيب علشان تتولد موجه يكون ليها اتش اس بتساوي اتش اس ديزاين، يبقى انا هتكلم على فتره زمن رجوع الموجه او حدوث الموجه او معاوده حدوث الموجه التصميميه اللي هي بعمق اتش اس. الفتره الزمنيه دي اسمها الريتيرن بيريود او التي ار. طيب التي ار ده بيعتمد على ايه؟ اللي هو زمن او مبدا معاوده القيمه التصميميه او مبدا رجوع القيمه التصميميه. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البي اللي هي البروبابيلتي فانكشن او البروبابيلتي دنسيتي فانكشن، او بيعتمد على السي دي اف اللي هي خاصه بالاتش اس. بفرض ايه؟ انتوا كنتوا عارفين مثلا ان السي دي اف اللي هي خاصه بالشورت تيرم، ان انا كنت بدرس احتماليه تولد موجه بعمق اتش اقل من او يساوي قيمه معينه. طب لما اقول لك الكوميوليتيف بروبابيلتي فانكشن اللي خاصه بالاتش اس، هي احتماليه تولد موجه بعمق اقل من او يساوي السيجنيفيكانت ويف هايت التصميمي اللي هو الاتش اس ايه ديزاين. يبقى انا هحسب البروبابيلتي احتماليه تولد موجه بعمق اقل من او يساوي العمق التصميمي، وعن طريقه هحسب التي ار اللي هو زمن الفتره الزمنيه حتى تعود الموجه التصميميه اللي هو الريتيرن بيريود. طب الريتيرن بيريود هيعتمد على ايه كمان؟ هيعتمد على الفتره الزمنيه اللي هي التايم انترفال، اللي هي الفارق الزمني بين قياسات الامواج القصوى. يعني مثلا لو انت هتدرس عاصفه كل سنه، يبقى التي بوحدك التي عندك بواحد. لو انت هتدرس مثلا عاصفه كل 10 سنين، يبقى انت التي هنا ب 10 سنين. لو انت هتدرس العواصف او الامواج القصوى خلال فتره مثلا 20 سنه، كل 20 سنه يبقى التي عندك ب 20 سنه. فهمت قصدي؟ طيب يبقى انا كده عشان احسب الريتيرن بيريود محتاج احسب البروبابيلتي الخاصه بالاتش اس ديزاين، او احتماليه تولد موجه بارتفاع امواج اقل من او يساوي الاتش اس ديزاين، وهحتاج اعرف التايم انترفال اللي انا بدرسها اللي خاصه بالعاصفه للامواج القصوى. هل بدرس كل سنه ولا كل سنتين ولا كل 10 سنين وهكذا. طيب لو انا عايز ادرس بقى البروبابيلتي اللي هي الخاصه بالاتش اس، البروبابيلتي دي بسميها الانكاونتر بروبابيلتي، او ما يعرف باسم عندي بي تانية اللي هي الانكاونتر بروبابيلتي، اللي هي بسميها احتماليه حدوث امواج اكبر من الموجه التصميميه. طيب انا بسالك سؤال، هو انت لما تيجي تصمم حاجز امواج هتدور على الامواج اللي اقل من الاتش اس وبتساويها، ولا الامواج اللي اكبر من الاتش اس؟ طبعا حاجه منطقيه ان انت هتدور على احتماليه الزياده اللي هي الانكاونتر بروبابيلتي، يبقى انت هتدور على احتماليه تولد امواج ذات عمق اكبر من عمق الموجه التصميميه، وبالتالي الاحتماليه دي بسميها احتماليه الايه؟ الانهيار. بتفترض ان الانهيار بتاعك الفتره الزمنيه اللي انت بتدرسها اللي هي الفي اللي هي عدد السنين الخاصه بالمنشأ. والله انت بتنشئ حاجز امواج، هتقول ان حاجز الامواج ده انا بصممه علشان انشئه الفتره الزمنيه مثلا وليكن 50 سنه، يبقى الفي عندي عباره عن 50 سنه. طيب التايم انترفال العواصف اللي انا بدرسها، هدرس كل سنه يبقى التي بواحد، بدرس كل 10 سنين يبقى التي ب 10 وهكذا. طب الاحتماليه دي هتعتمد على التي، وهتعتمد على التي ار، وهتعتمد على الفي اللي هي اللي هو اللونج لايف سايكل او عدد السنوات الخاصه بالمنشأ. يبقى انا عشان احسب التي ار محتاج برضو ان انا عشان احسب البروبابيلتي اللي هي الخاصه بالفيلير او احتماليه حدوث انهيار للمنشا، محتاج ان انا اعرف اللايف سايكل بتاعت المنشا قد ايه، اللي هو التايم بيريود الفتره الزمنيه اللي انا هفترض ان بعدها ممكن يحصل انهيار للمنشا بتاعي اللي هي الفي كاب. طب التي اللي هي الفتره الزمنيه بتاعت العواصف المتكرره، هاخد كل سنه ولا كل سنه، وابدا احدد واحسب احتماليه الايه الزياده او احتماليه الانهيار اللي هي البروبابيلتي اوف فيلير او ما يعرف باسم البي. يبقى مبدا ريتيرن بيريود او مبدا معاوده الموجه التصميميه، انا عندي كده قانونين، ان انا هشتغل على التي ار، التي ار اللي عندي
اللي هي زمن رجوع الموجة التصميمية أو معاودة الموجة التصميمية هتعتمد على البروبابيلتي الانكاونتر بروبابيلتي اللي هي البي اي، اللي هي احتمالية تولد أمواج ذات ارتفاعات اتش اس أكبر من ارتفاع الموجة التصميمية اللي هو اتش اس ديزاين. وكمان هيدخل معايا إيه؟ عدد السنين اللي أنا هفترض إن ممكن خلالها يحدث الإيه؟ الانهيار اللي هي الايه الفي. يبقى انا محتاج كده ان انا احسب البي اي، وعن طريقها هقدر ان انا احسب الايه الفي. البي اي دي بسمها البروبابيلتي اوف فيلير، اللي هي خلال فتره زمنيه مقدارها ايه، مقدارها في. وبالتالي في النهايه بقى ملخص الكلمتين بتوع الريتيرن فاليو، انا بيكون عندي منشا مثلا بنشئه وليكن حاجز امواج، هقول ان عمر المنشأ ده وليكن 60 سنه مثلا، يبقى الفي هنا عندي ب 60 سنه. هدخل المعادله بتاعتي هفترض ان انا احتماليه الانهيار بتاعتي مثلا 10% او 20% عند الفي، وعند الاحتماليه بتاعت الانهيار اللي هي البروبابيلتي اوف فيلير وليكن 10% او 15%، عند الفي وعند البي اي اللي هي البي اف في او البروبابيلتي اوف فيلير، يبقى انا كده اقدر احسب الريتيرن بيريود او زمن اعاده تولد الموجه الايه التصميميه. لما احسب التي ار اللي هو الريتيرن بيريود ابدا ادخل في الكيرف بقى بتاعي. انا عندي هنا التي بيريود انا عارفها، يبقى هطلع راسي لغايه ما اصطدم بالخط بتاعي، هجيب الاتش اس اللي هو الاتش اس المقابل للموجه التصميميه، يبقى ده الاتش اس ديزاين اللي انا بدور ايه عليه، يبقى هو ده اللي انا هشتغل عليه عشان اعمل تصميم لحاجز الامواج ده، بشرط ان هو يفضل موجود ولا يحدث ليه انهيار خلال فترة زمنية في انا افترضتها، وافترضت كمان احتمالية انهياره اللي هي البي اي. ده كده ملخص الجزء الاخير، وهو جزء مهم جدا هتحتاجوه في المسائل بتاعتك. طيب هناخد مثال بسيط على الجزء ده. لو انا عندي مارينا، المارينا ديت بيقول لك ان انا في عندي المارينا دي تم حمايتها ببريك ووتر او حاجز امواج راسي، والمفروض ان في موضوع مجموعه من القوارب او مجموعه من السفن هيتم ربطها خلال المارينا ديت او خلال المنشأ ده، وعايز اعمل عمليه تصميم ليه، مديك بعض الخصائص اللي خاصه على النحو التالي. بيقول لك ان احتماليه ان الموجه تتكسر ده مش متاح، يعني الامواج لا يحدث ليها عمليه تكسير. تاني حاجة مثلا ان القوارب لا يمكن ان هي تتربط في الحاجز الامواج اللي عندي او في المنشأ اللي عندي اذا كان ارتفاع الموجة قبل حاجز الامواج لا يتعدى ال 4 من 10 متر اللي هو 40 سنتي. طيب كمان بيقول لك لو انا عندي ارتفاع الموجة امام حاجز الامواج بيساوي ارتفاع الموجة خلف حاجز الامواج يساوي 10% من ارتفاع الموجة أمام حاجز الأمواج. دي كلها خصائص. كمان الداك بيقول لك إن اللونج تيرم اللي هو خاص بالاتش اس احتمالية بقى حدوث الاتش اس يتبع المعادلة دي، يعني لو أنت عندك قيمة الاتش اس هتدخل في المعادلة ديت هي دالة اكسبلينشن، هتبدأ تتعوض في المعادلة تجيب احتمالية حدوث الاتش اس. طيب كمان بيقول لك إن التوزيع الخاص بالأمواج يتبع ريلي ديستريبيوشن. طب دي القيمة العادية اللي هي الخاصة بالاحتمالية العادية، مديك احتمالية تانية خاصة بالاكستريم فاليوز اللي هي أقصى قيم لارتفاعات الأمواج، وبيقول لك إن في قيمة قصوى خاصة بيها أكتر للقيم ليها، وبتساوي البي اكستريم فاليوز للاتش اس بتتبع المعادلة دي. ومديك برضو بعض الخصائص، بيقول لك ان البريك ووتر استابيليتي، يعني مثلا هرجع لكم الجزء ده، ان الامواج لا يحدث لها عمليه تكسر، الويفز دونت بريك، ان القوارب لا يمكن ان انا اعمل لها عمليه ربط اذا كان ارتفاع الامواج خلف الحاجز اللي هو لي سايد لا يتعدى ال 40 سنتي، ارتفاع الموج خلف الحاجز اللي هو لي وورد يساوي 10% من ارتفاع الامواج امام الحاجز. كمان بيقول لك ان السي دي اف فانكشن تتبع المعادله ديت، والاكستريم فاليوز اللي هي خاصه بالكوميوليتيف دنسيتي فانكشن تتبع المعادله ديت. كمان بيقول لك ان
ان الاتزان البريك ووتر انا اشتغلت بالماكسيمم فاليوز اللي هي الخاصه بالويف هايت. كمان افترض ان المنشا بتاعي ليه لايف سايكل 25 سنه، يبقى ايه اللي ب 25 هنا؟ الفي. كمان مديك نسبه حدوث الانهيار او البروبابيلتي اوف فيلير مديها لك 10%، يعني مخاطر ان يحدث عمليه انهيار 10%. كمان مديك ان حاله البحر عباره عن 1000 موجه طول، يبقى انا مديك كده ال ان اللي هي بتاعت عدد الايه؟ عدد الامواج. مطلوب منك ايه؟ طبعا مش هتكلم على كل المطالب، انا هتكلم على الحاجات المهمه. الحاجات التانية دي برضو تدرسوها. المطلوب الاول هتكلم على حدد السينيفيكانت ويف هايت بالنسبه لحاله البحر التصميميه اللي هي الديزاين سي ستيت. كمان بيقول لك احسب ايفالويت ذا مارينا اوبرابيلتي، يعني احسب تشغيليه المارينا، كم عدد من الساعات في السنه المارينا دي هقدر اربط فيها السفن او المراكب اللي عندي. طب لما نيجي نراجع المعطيات اللي موجوده عند الفي اللي هي الفتره او اللايف بيريود، الفتره الزمنيه او اللايف سايكل الخاصه بالمنشا 25 سنه، احتماليه الانهيار اللي هي البي اف في 10%، الان مديك 1000 موجه، كمان مديك ان ارتفاع الموجه خلف الحاجز لازم يكون اقل من 40، اقل من او يساوي 40 سم عشان اضمن ان انا اعرف اربط القوارب في القوارب او السفن او المراكب في الميناء بتاعتي. كمان ان ارتفاع الموجه خلف الحاجز يساوي 10% من ارتفاع الموجه امام الايه؟ امام الحاجز. طيب لو احنا دخلنا في المعادله اللي احنا عارفينها اللي هي بتجيب العلاقه ما بين الريتيرن تايم اللي هو زمن معاوده الموجه التصميميه، بتكون داله في البروبابيلتي اوف فيلير اللي هي البي اي اف، وداله في اللايف سايكل اللي هي خاصه بالمنشا. الفي كانت ب 25 سنه، نسبه الانهيار كانت 1/10، يبقى انا كده حسبت الريتيرن بيريود 238 سنه. يبقى انا علشان تعاود الموجه التصميميه اللي انا هصمم عليها حاجز الامواج بتاعي بعد 238 سنه. طيب انا لما اجيب التي ار، لو انا عايز احسب بقى الاتش اس، طب ما انا جبت التي ار من المعادله اللي فاتت، يبقى انا هنا التي ار انا بدات انا عارف، هدخل المعادله دي كده انا هحسب البروبابيلتي احتماليه تولد امواج يكون لها عمق اقل من او يساوي السينيفكانت ويف هايت ديزاين بقى التصميم. يبقى انا هدخل في المعادله دي هعوض هنا بالتي ار اللي جبتها من المطلوب اللي فات 238 سنه، يبقى 1 ناقص 1 على تي ار، يبقى تي ار في الكلام ده بيساوي 1، يبقى 1 على التي ار هيساوي 1 ناقص البروبابيلتي بتاعت الاتش اس، هعوض عن التي ار ب 238، يبقى انا احتماليه تولد امواج ذات عمق اقل من او يساوي الاتش اس ديزاين او السينيفكانت ويف هايت ديزاين 99.58%. طيب لما تجيب البروبابيلتي هل بقى تقدر تحسب لي الاتش اس؟ ايوه طبعا تقدر تروح للمعادله اللي هي اكسبوننشال فانكشن اللي هي عباره عن احتماليه الزياده. هعوض في المعادله انا عارف البروبابيلتي وهجيب من هنا الاتش اس، الاتش اس هلاقيها ب 8.2 سم، 8.2 من 100 متر. يبقى السيجنفكنت ويف هايت ديزاين هو 8.2 من 100 متر. يبقى احتماليه تولد امواج تكون اقل من او يساوي significant wave height design هو عباره عن 99.58%. انا جبت الاحتماليه ومنها حسبت ال HS. طيب لو انا بقول لك احسب بقى تشغيليه المارينا، تشغيليه المارينا يبقى انا هروح للمعادلات بتاعتي، انا عايز احسب عدد الساعات، كم ساعه في السنه هقدر اربط المراكب في الميناء بتاعتي. الاول نرجع للمعطيات اللي موجوده، احنا كان عندنا ارتفاع الامواج خلف الحاجز لازم يكون اقل من او يساوي 40 سم، كمان ارتفاع الامواج خلف الحاجز بيساوي 10% من ارتفاع الامواج امام الحاجز. طب انا عندي ارتفاع الامواج خلف الحاجز لازم يكون اقل من 40 سم، يبقى انا لو انا عايز احسب ارتفاع الامواج امام الحاجز، ارتفاع الامواج امام الحاجز هيساوي 10 مرات من ارتفاع الموجه خلف الحاجز. طب ارتفاع الموجه خلف الحاجز ما هو اقل من او يساوي، هقول ان هو بيساوي كام؟ 40 سم.
يبقى 40 سنتي في 10، لو ده 1 على 10 يبقى انا كده هحسب ارتفاع الامواج امام الحاجز هيساوي كام؟ 400 سم اللي هي 4 ايه؟ 4 متر، وادخل المعادله دي كده احتماليه الايه؟ احتماليه الزياده اللي هي احتماليه الظروف القصوى اللي هي الاكستريم كونديشنز، يبقى انا مش هدخل المعادله الاولى، هدخل المعادله الثانيه في المساله، وهبدا اعوض ب الاتش اس، يبقى احتماليه حدوث امواج يكون لها عمق تتعدى الظروف القصوى هيكون 99.43%، يبقى الاحتماليه دي لو خدتها ضربتها في عدد الايام وكل يوم في 24 ساعه يبقى انا كده حسبت عدد الساعات التشغيليه للمارينا خلال السنه كلها عباره عن 8710 ساعه. طب بقيه الاوقات انا هيتولد عندي امواج اكبر من ال 4 متر، فمش هقدر ان انا اثبت مراكب في المارينا بتاعتي. ودي كده عباره عن نهايه المحاضره بتاعتنا النهارده. اللي اهتموا بالمسائل اللي بنشرحها في المحاضرات، والمعيدين ان شاء الله هيبداوا يشتغلوا معاكم في الشيت اللي هو الخاص باللونج تيرم اناليسيس. في اي سؤال؟ في اي سؤال يا شباب؟ شكرا لحضرتك. العفو يا باشمهندسين، اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.